بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا درس اليوم يا شباب، إن شاء الله هنتكلم عن أحد أعلام الموسيقى العالمية. هنتكلم عن أحد أعلام الموسيقى العالمية. طبعاً عندنا في كل بلد من البلدان في مجموعة من الفنانين بيكونوا رمز كبير بالنسبة لبلدهم، وبيقوموا بأعمال للكبار والصغار. طبعا الفنانين هذول بيكونوا رمز من رموز الفن الموجودين في بلدهم. طيب طبعا عندنا مثلا في سلطنه عمان عندنا عبد الله الصفراوي، درسنا عبد الله الصفراوي من قبل. عندنا في مصر مثلا حد زي ام كلثوم. عندنا في المانيا حد زي بيتهوفن، اسمه بيتهوفن. عندنا أم كلثوم في مصر، عبد الله الصفراوي في عمان، بيتهوفن في ألمانيا. طبعا درسنا اليوم يا شباب هنتكلم اليوم عن أحد أعلام الموسيقى في ألمانيا، وهو لودين فان بيتهوفن. لودين فان بيتهوفن، زين؟ هذا اللي هنتكلم عليه اليوم، وهو أحد أعلام الموسيقى في ألمانيا. زي ما خبرتكم كل دولة فيها فنانين بيكونوا رمز من رموز الموجودين في هذه البلد. فاحنا هنتكلم اليوم عن لودين فان بيتهوفن، أحد أعلام الموسيقى في ألمانيا. طيب اليوم هنتفرج على بعض مقاطع الفيديو، هنلخص حياة بيتهوفن، هنتعرف على أحد أعماله. عندنا نشاط صفي وتقويم. طبعا اليوم عندنا زي ما خبرتكم الشخصية الموسيقية العالمية لودين فان بيتهوفن. تعالوا بينا نبدأ الدرس، نتعرف اليوم على أهداف الدرس. نتعرف اليوم على أهداف الدرس. تعالوا الأول نشوف هذا الفيديو. Thank you.
السلام عليكم. أستاذ الفيديو ما ينسمع. نعم يا ما نسمع شيء. يعني استاذ ما ينسمع الفيديو. الصوت ما واضح زين؟ ايوه يقطع استاذ بعد. يلا زين. ايوه استاذ. زين تمام نقفل المايكات بتكلم انا يا شباب نكمل اكمل انا زين ما مشكلة. طيب طبعا اتفرجنا الحين على فيديو للودينج فان بيتهوفن بخلي لكم رابط ان شاء الله رابط الفيديو في المراجعة زين؟ طيب بعد ما سمعنا قصة بيتهوفن هنبدأ نلخص قصة حياة بيتهوفن بناء على الفيديو السابق زين؟ طيب الأول شيء نتكلم عن نشأة بيتهوفن كيف نشأ بيتهوفن؟ وين نشأ؟ وين ولد؟ فهنتكلم أول شيء عن بيتهوفن إن هو ولد في مدينة اسمها بون ولد في مدينة بون بألمانيا من أسرة موسيقية فكان بيتهوفن أبوه موسيقي وكانت أخوانه لديه أخوان نفس الشيء موسيقيين هذه كانت أسرة بيتهوفن الذي نشأ فيه طيب كان يقدم موسيقاه في القصور والبومورات كيف وصل بيتهوفن للقصور والأمراء والملوك؟ بيتهوفن في أول في بدء أمره كان موسيقي يترزق شيء بسيط بدأ بيتهوفن صيته يعلو وبدأ الملوك والأمراء يدعوه إلى القصور يدعوه إلى قصورهم لكي يتفخروا به يعني اشتهر لدرجة ان الملوك والأمراء بدأوا ان هم يتفخروا به فبدأوا ان هم يدعوهم الى القصور طيب طبعا تميز بيتهوفن بالبراعة الفائقة على العزف على آلة البيانو بيتهوفن بدأ إن هو يشتهر بالعزف على آلة البيانو قبل آلة البيانو كان بيعزف آلة اسمها آلة الأورغون وكان بيعزف آلة الكمان علمها له أخوه اللي احنا قلنا إن هما من أسرة موسيقية طيب بيتهوفن زي ما خبرتكم كان متميز في العزف على آلة البيانو طبعا كان في علم او لحد الحين في علم من علوم الموسيقى اسمه علم الهارموني فبدا بيتهوفن يثري الموسيقى كثيرا في علم الهارموني بدا يدخل يقوم بادخال بعض التغييرات على علم الهارموني طبعا بيتهوفن فقد حاسة السمع في الثلاثين من عمره يعني كان بيتهوفن أصم وهو في الثلاثين من عمره بدأ يألف بعض المقطوعات وهو أصم يعني في بعض المقطوعات ألفها وهو أصم قام بيتهوفن بتأليف بعض السيمفونيات السيمفونية معناها يا شباب معنى كلمة سيمفونية
سيمفونية هي مقطوعة من مقطوعات الموسيقية الآلية. يعني إيه موسيقية آلية؟ يعني ما فيها غناء بس آلات. من اسمها السيمفونية هي بعض المقطوعات الموسيقية الآلية أو نوع من التأليف الموسيقي الآلي. يعني إيه آلي؟ يعني ما فيه غناء بس عبارة عن عزف فقط. فقام بيتهوفن بتأليف بعض السيمفونيات مثل السيمفونية السابعة والسيمفونية الثامنة والسيمفونية التاسعة. الآلات هذه يا شباب، آسف، السيمفونيات هذه السابعة والثامنة والتاسعة بيتهوفن ألفهم وهو أصم لا يسمع طبعا. وكان أشهرهم، من أشهر هذه السيمفونيات، السيمفونية الخامسة والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن. طبعا السيمفونية التاسعة هذه أشهرهم، وهي يسموها السيمفونية الناقصة، السيمفونية الناقصة. ليه السيمفونية الناقصة؟ لأن بيتهوفن توفى قبل أن يكمل السيمفونية التاسعة، وهي أشهرهم. أشهر السيمفونيات اللي ألفها بيتهوفن هي السيمفونية التاسعة. طيب، طبعا بيتهوفن لقب ببعض الألقاب الشهيرة اللي اشتهر بيها، ألقاب الفنية اللي اشتهر بيها. كان بيتهوفن يلقب بشكسبير الموسيقي، شكسبير الموسيقي. طبعا شكسبير هذا مؤلف إنجليزي معروف، فكان تشبها به فكان يلقبوه بشكسبير الموسيقي. طبعا بيتهوفن كان مغرور، يعني من كثر غروره لقب نفسه، هو لقب نفسه بنفسه بقيصر الموسيقى. يعني هو لقب نفسه بنفسه، ما حد لقبه بهذا اللقب، لكن هو لقب بشكسبير، لكن لقب نفسه بقيصر الموسيقى. طبعا بيتهوفن توفى سنة 1827. طبعا مثل ما خبرتكم توفى في الثلاثينات من عمره، في الوقت اللي هو فقط فيه بصره، لا اسف، السمع، حاسة السمع. الحين يا شباب نسمع بعض من مؤلفات بيتهوفن ونشاهد اشهر اعمال بيتهوفن. من أشهر أعمال بيتهوفن، أحد أشهر أعمال بيتهوفن، وهي السيمفونية الخامسة. نحاول نسمع يا شباب. طبعا يا شباب، القائد هذا نسميه المايسترو، اللي احنا شايفينه حين على الشاشه هذا بيسمى المايسترو، مايسترو الفرقه او قائد الفرقه. طيب يا شباب، هذا كان جزء من السيمفونية الخامسة. بقى انا بخلي لكم الباور بوينت كامل في المراجع الموجودة في
في المنصة المواقع هنحصل فيها لينكات فيديوهات لأعمال بيتهوفن، وهنحصل فيها كامل الباوربوينت كامل. طيب إبراهيم معايا؟ إبراهيم أيوة يا أستاذ. أيوة إبراهيم اقرأ لنا السؤال الموجود. اقرأ لنا السؤال الموجود. إبراهيم. نعم يا أستاذ. يلا اقرأ لنا السؤال الموجود يا إبراهيم. نشاط صفي، سوف تقوم تقوم أنت بالتمثيل دور المعلم وتحدث عن لودينج فان. السلام عليكم أستاذ. أنا أيوة لودينج فان بيتهوفن. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شباب ما حد كله يقفل المايك لو سمحتوا. ها إبراهيم. نعم يا أستاذ. طيب إبراهيم يلا لو سمحت يا إبراهيم اشرح لنا جزء من اللي انت فهمته من الدرس اليوم من لودينج فان بيتهوفن. طب ايش شرحتوا انا الحين دخلت؟ هود بس خليك معنا شوية. خليك معنا شوية هود لو سمحت. يلا يا إبراهيم. يلا إبراهيم أعطتني ميوت. يلا حاول تشرح لنا أي شيء من اللي أنت فهمته اليوم عن درس لودينج فان بيتهوفن. طبعا بيتهوفن كان ولد وين يا إبراهيم؟ بألمانيا. وأين ولد بيتهوفن؟ بألمانيا. أيوة بألمانيا. تمام. طيب عبد الله. لا نعم أستاذ توني داخل. أول داخل يا عبد الله زين خليك. طيب محمد سيف. نعم أستاذ. محمد سيف إيش ألقاب أشهر، ما هي أشهر ألقاب بيتهوفن؟ شكسبير الموسيقى وقيصر الموسيقى. وقيصر الموسيقى. برافو عليك يا إبراهيم. محمد سيف. أنا استبق أنا قلت أنا محمد سيف. أنت محمد سيف آسف. عمير. عمير معايا؟ نعم استاذ. عمير نعم. اي آلة كان يعزفها؟ نعم استاذ. اي آلة كان بيعزفها بيتهوفن؟ اي آلة كان بيعزفها بيتهوفن؟ اي آلة مشهورة جدا. آلة الايه؟ انا عارف استاذ انا. تفضل يا تفضل محمد. بيانو. آلة البيانو. يبقى يا عمير كان بيتهوفن يعزف آلة الايه؟ البيانو. بيانو. بيانو. إبراهيم. إبراهيم. نعم. متى فقد بيتهوفن حاسة السمع؟ كان في أي عمر؟ كان في ألف الايه؟ الطفل. كان في عمر الايه؟ انا استاذ. تفضل يا محمد. الثلاثينات. كان في عمر الثلاثينات. برافو عليك يا محمد. خليك معايا عمير. عمير. نعم استاذ. نعم. عمير اشهر السيمفونيات التي الفها بيتهوفن، السيمفونية كام وكام وكام؟ خمسة. خمسة. أيوة. وعشرة. لا محمد سيف تفضل. خمسة وتسعة. خمسة والسبعة والتسعة. معنا إبراهيم. ها الشباب باقي الشباب بيتابعونا. أيوة أستاذ. أيوة معاك. باقي الشباب يتابعونا زين. طيب
طيب يا شباب، شايفين الـ شايفين امامنا السؤال؟ ايوه محمد سيف. ايوه زين محمد سيف، هنقسم محمد سيف يقرا لنا السؤال. اقرا لنا السؤال. سوف ننقسم الى مجموعتين الف وباء، وسوف اسال كل مجموعه منكم بالتبادل بعض الاسئله، والمجموعه الفائزه سوف اضيف لهم جميعا درجات متميزه. زين، يبقى هنقسم نقسم نفسنا مجموعتين، هيكون هود وعبد الله. نعم سيد. هود وعبد الله وابراهيم مجموعه، وسي ومحمد سيف وعمير مجموعه. زين دول داخلين الشات. زين، نساعد بعض. احنا سمعنا شويه معلومات، الحين اسال نفسي يعني اسئله قريبه من نفسي. ابراهيم جاهز. يعني عبد الله. عبد الله. نعم. هود. و عبد الله وهود و عبد الله ابراهيم وابراهيم مجموعه، وعمير ومحمد سيف وانا معاهم مجموعه. زين يلا زين. تمام، المجموعه الف فيها عبد الله، المجموعه باء اللي فيها فيها محمد سيف. تمام تمام تمام. المجموعه الف، المجموعه الف. نعم. أين ولد؟ في أي مدينة ولد بيتهوفن؟ ألمانيا. زين. كيف تعرف عبد الله شكيك داخل زمان؟ ألمانيا. مجموعة باء. نعم. نعم. مجموعة باء. نعم. ما أشهر ألقاب بيتهوفن؟ شكسبير الموسيقى والقيصر الموسيقي. قيصر الموسيقى، صح. تمام، بيتهوفن الموسيقى وقيصر الموسيقى. تمام. طيب مجموعة ألف. نعم. مجموعة ألف. نعم. نعم. تميز بيتهوفن بالعزف على آلة نقط البيانو. آلة البيانو. زين، آلة الإيه؟ البيانو. عليكم السلام. عليكم السلام. بس خليك استاذ، انت ما كنت استاذ في المنصه، انت كنت ما منزل للحصه. ايوه استاذ، كنت نو ميتنج. والله الحصه احنا بادئينها، الحصه بادئينها من الاول. خليك معانا وتابع معانا. زين، تابع معانا. تمام. مجموعه باء. نعم جاي. مجموعه باء. نعم. من الذين فتحوا لبيتهوفن قصورهم؟ الملوك والأمراء. الملوك والأمراء. بيتهوفن قصورهم، مظبوط. طيب. طيب نحن الجواب الاثنين، بس ما في نقطة. بيتهوفن فتح القصور، آسف، الأمراء فتحوا القصور و طيب، مجموعة ألف. نعم. متى فقد بيتهوفن حس السمع؟ في أي عمر فقد بيتهوفن حس السمع يا شباب؟ في الثلاثينات. في الثلاثينات من عمره. تمام. مجموعة باء. نعم. مجموعة باء، اذكر اثنين من أهم سيمفونيات بيتهوفن. رقم كام وكام؟ خمسة وسبعة. الخمسة والتسعة. زين. طيب. شباب، انا بخلي لكم طبعا، بخلي لكم لينك لفيديوهات لدرس بيتهوفن، عشان اللي دخل متاخر، الشباب اللي دخلوا متاخر، بخلي لكم لينك لبيتهوفن، وبخلي لكم الباوربوينت. هذا هو درس بسيط ان شاء الله، تفهموه بسرعه. تفهموه بسرعه. خلص كلامي بعد، اخلص كلامي بعد اذنكم وبعدين نتكلم. بخلي لكم الباوربوينت اللي احنا شرحنا منه الدرس كامل، بخليه لكم في المراجع، بخلي لكم الدرس في المراجع. تمام، عشان اللي ما لحق علينا يلحق ان شاء الله الحصه القادمه، بلخص لكم الدرس اول خمس دقائق من الحصه. خلينا متفقين ان احنا اسبوع علينا ميوزك، واسبوع عندنا اي تي، يعني اسبوع هذا ميوزك، الاسبوع القادم ما ننسى وندخل اي تي. لا ندخل ما ننسى وندخل ميوزك، الاسبوع القادم ندخل على الاي تي. تمام يا شباب.
حد عنده سؤال يا شباب؟ لا استاذ. تفضل اللي عنده سؤال يتفضل. استاذ الحين انت مسوي على الحصه ريكوردينج صح؟ ايه حصه مسجله. حتنزلها صح الحصه؟ ايوه ايوه انزل الحصه خلاص عشان انا اشوفها. خلاص تمام. وبعد هتحصل كلام هذا في المراجع، يعني الباور بوينت اللي احنا شرحنا منه كام هتحصل في المراجع كل شيء خلينا فيه. اوكي بيتهوفن توفى 1927 صح؟ لا 1827 وولد 1770. تمام يا شباب. اشوفكم على خير. اشوفكم على خير الاسبوع البعد القادم. الاسبوع القادم عندكم اي تي. اشوفكم الاسبوع البعد القادم ان شاء الله على خير. وخليكم كل شيء ان شاء الله على الله. حياكم الله. يلا شباب. انا عارفه ذا بيتهوفن عارفه. كله الغادر كله الغادر يا شباب اتفضلوا. هذا بيتهوفن كان جارنا. كله الغادر يا شباب لو سمحت. لا ما اعرف كيف. ما اعرف كيف. انا ما اعرف كيف يسوي راسي. لازم انت اطلع.